اللهم يا خير مقصود، اللهم يا خير مقصود وأكرم مسؤول، يا رفيع الدرجات ومنزل البركات. ضجت إليك الأصوات بسلوف اللغات يسألونك الحاجات، وحاجتي إليك ألا تنساني في دار البلاد، وحاجتي إليك ألا تنساني في دار البلاد إذا نسياني أهل الدنيا. إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبك. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضليل، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عضلته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. يا لم تبقني عندك جاهلا ولا